السلام عليكم. اليوم أردت أن أراجع معكم التقدم البشري. لا شك أن هناك تقدما عظيما شهدته البشرية منذ فجر التاريخ، ولكن نريد أن ننظر ما هي العوامل التي سمحت للبشرية أن تنجز تلك القفزات العملاقة في تقدمها، ثم في الأخير نريد أن ننظر باختصار شديد ما هي المجالات التي نفخر فعلا أننا كبشر تقدمنا فيها ونريد المواصلة في التقدم في تلك الاتجاهات. أولا، عندما نقوم بقياس أو النظر في التقدم البشري يتم النظر بطريقة يعني حسابية أو كمية، هكذا quantitative، إلى عوامل ثلاثة أساسية. هناك عوامل كثيرة ولكن ثلاثة التي يتم التركيز عليها. أولا، ارتفاع متوسط العمر الذي يعيشه الإنسان، وهذا شهد كما أشرنا في حلقات سابقة قفزات وتقدما عملاقا. صار الآن متوسط العمر للبشر حوالي 75 سنة، بعدما كان منذ حوالي أقل من قرن 30 أو 40 سنة فقط. شيء ثاني، متوسط عدد السنوات التي يقوم فيها الإنسان بالتعليم أو يحصل فيها على تعليم أيضا، وهي شيء موازي. نسبة الأمية التي انخفضت كثيرا خلال القرن العشرين، هذا تقدم هائل أن معظم البشر الآن صاروا قادرين على القراءة والكتابة والحساب والمعرفة بشكل أعم. ثم ثالثا، متوسط المدخول العائلي للعائلة البشرية في أنحاء المعمورة، طبعا تتراوح كثيرا من بلدان إلى أخرى، ولكن في المعدل صار هناك تقدم كبير. نسبة الفقر، الفقر الكبير القاتل الذي يعد في العادة يعني أقل من دولار في اليوم للبشر، بحيث يعني يكاد يحصل الإنسان على قوته، هذا يعني صار قليلا جدا، أقل من دولارين في اليوم الذي يعيش الإنسان يعني بالكاد كما نقول، هذا صار يعني أقل بكثير إلى آخره. المهم، هذه العوامل هي التي يتم قياس التقدم البشري من خلالها. ولكن ما هي العوامل خلال التاريخ التي سمحت بهذا التقدم للبشر أن يقفزوا هذه القفزات الكبيرة؟ سأسردها عليكم هكذا باختصار شديد، لأننا نريد أن تكون هذه الحلقات قصيرة كما وعدناكم. أول تطور عظيم في تاريخ البشر كان اكتشاف أو ربما نقول اختراع النار. ربما لا يتفطن الإنسان إلى أن النار هذه كانت تحولا كبيرا في تاريخ الإنسان. أولا، لأنها سمحت له أن يتحكم في طقسه وفي مناخه، أن يعيش في بيئات مختلفة خاصة البيئات الباردة، أن يحتل مساحات كبيرة من المعمورة غير المساحات التي فيها درجة الحرارة متوسطة. ثانيا، أنه تمكن من ترويض والتحكم في المعادن وفي الحديد، خاصة أن يذيب الحديد، يصنع منه أدوات، يصنع منه حتى الأسلحة إلى آخره، هذا كان تقدما مهما جدا من بفضل النار. وثالثا وأهم من كل ذلك، أنه سمح بطبخ اللحوم. كنا في الأول عندما كان الإنسان بدائيا كان يصطاد الحيوانات ويأكلها نية هكذا، ولكن عندما صار يطبخها تقدم، لأن أولا صار يستطيع أن يأكل أكثر بكثير وأن يستهلك يعني لحوم وأدسمة، ولذلك تطور عقله، يعني صارت السعرات الحرارية الكالوريات تصل إلى عقله إلى دماغه، ويقال أن في خلال بضعة آلاف من السنوات تضاعف حجم الجمجمة البشرية ضعفين أو ثلاثة، وصار قادرا أن يفكر أكثر وأن يقوم بعمليات يعني ذكية أكثر. وأيضا يقال أن هذا سمح للإنسان أن يوفر لنفسه وقتا، لأن كان الأكل يأخذ منه وقتا كثيرا، يمضغ ويمضغ ويمضغ، ولكن عندما صار يطبخ صار قادرا أن يأكل بسرعة، وبالتالي صار لديه وقت أكثر. هذا الوقت سمح له أن يخترع أشياء، أن يفكر، أن يصنع إلى آخره إلى آخره. شيء ثاني هكذا بعجالة، الزراعة أو نقول المزارعة، يعني حتى تدجين الحيوانات وزراعة الحبوب وغير ذلك، هذا أيضا سمح للإنسان أن يستقر في أماكن وأن يقيم قرى ومدن وحضارات إلى آخره. اختراع العجلات والعربات، توصيل نقل الأشياء،
الطباعة في القرن الخامس عشر، توزيع الكتب، نشر المعرفة بشكل أوسع بكثير، المركبات البخارية مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، هذا أيضا أدى إلى قفزات كبيرة جدا في حضارة الإنسان. التطعيم من الناحية الصحية يعني سمح بالقضاء على أوبئة وعلى أمراض كثيرة، رفع من قدرة البشر في المعيشة والمعيشة الصحية الطيبة. اختراع الكهرباء، طبعا اليوم لا نتصور العيش بدون الكهرباء. الحواسب طبعا غيرت حياتنا تماما، سنعود إلى هذا في المستقبل. ثم الصواريخ والأقمار الصناعية التي جعلت العالم قرية واحدة يتواصل في ثواني قليلة فيما بعد بين الكمبيوترات وبين الأقمار الصناعية. العالم اليوم لا يكاد يشبه العالم قبل قرن ناهك عن قبل ألف سنة أو قبل عدة آلاف من السنوات. ولكن في رأيي، حتى يعني نأتي إلى بيت القصيد، في رأيي المجالات التي فعلا تم فيها تقدم عظيم، ويفتخر الإنسان أنه قفز بفكره وعقله وحياته، هي في رأيي ثلاثة مجالات. أولا حقوق الإنسان. صار الآن من المتفق عليه أنه من البديهي أن الحرية هي مكسب وهي حق للبشر، وأن المساواة، مساواة البشر، هذه أيضا من البديهيات. خلق الناس متساويين، لا فضل لهذا على هذا، سواء بجنسه أو بلونه أو بجنسيته أو بماله أو بغير ذلك. ثم العدالة حق أيضا لكل الناس أن يحظوا بالعدالة. طبعا يحز في نفسي ويقشعر جسدي عندما أسمع وأعلم أنه لا يزال هناك بعض من الاستعباد، بعض من الرق، حتى بعض البشر يباعون ويشترون، وهذا يعني شيء يعني فعلا مقزز. ولكن على الأقل صارت يعني حالات نادرة جدا، وصارت حقوق الإنسان متفق عليها عالميا. هذا تقدم عظيم أكثر بكثير من التقدم التقني أو التكنولوجي الذي أشرت إليه قبل لحظة. الجانب الثاني هو التقدم الفكري. صارت العلوم الآن سائدة، صار الفكر الفلسفي، حتى نقول لا أقصد الفلسفة يعني هكذا المجردة، ولكن أقصد يعني التفكر، أقصد يعني الوصول إلى أفكار، إلى أطروحات يناقشها المثقفون بينهم، بل حتى الطروحات الدينية تقدمت أيضا، وصار فيها يعني علم كلام ثيولوجي، يعني علم كلام متقدم متطور. كل هذا التقدم الفكري هذا يعني يفتخر به الإنسان، أننا وصلنا الآن إلى طروحات لم نكن نتصورها منذ ألف سنة أو منذ بضعة آلاف من السنة. ثالثا وأخيرا، أن هناك وعي بأهمية البيئة، يعني إيكولوجي، علم البيئة أو وعي البيئة، إحساسنا بالبيئة، أن هذه الأرض وأن هذا الكون ككل وليس فقط الأرض هي مكسب وهي مسؤولية بالنسبة للبشر. هذا الوعي الذي نما عند البشر يعتبر في رأيي تقدما بشريا حضاريا نفتخر به. إن شاء الله نواصل على هذه الخطى، وإن شاء الله عالمنا العربي والإسلامي خاصة أيضا يتوعى ويكتسب أكثر من هذه المجالات التقدمية، من حقوق إنسان ومن فكر ومن بيئة وغير ذلك. شكرا على المتابعة، كل عام وأنتم بخير، السلام عليكم.